معانا النهارده حد بيحبكم، وانا قبل ما اسيبه يوعظ هستجوبه، هعمل معاه لقاء صغير كده عشان نتعرف على الشخصيه اللي هتحكي معانا. اخ زكريا اتفضل. مساء الخير يا شباب. اخ زكريا، اول سؤال اسالك اسمك ايه؟ اسمي زكريا، ومعنى زكريا يعني الذي يذكرها الله. لا، هو انا هسالك في معنى الاسم الثاني لسه. زكريا استاورو. يعني ايه استاورو؟ استاورو يعني صليب باليوناني، واللي هي استافرو بالقبطي. كويس، مش اي حاجه، دي معلومه كبيره. اخ زكريا، الحاله الاجتماعيه؟ متزوج واعول. اثنين مش كده؟ بنت ولد. بس ما تقولش الهم. ما تقولش الهم وما تخافش. طيب. ربنا موجود. اسالك عن السن ولا كتير؟ السن 35 زائد حبه. سني 53 سنه. جميل. سؤال اخ زكريا، الاخ زكريا استورو احنا بنسمع عنه وبنشوفه بيكتب حاجات وبيخدم خدمات وحاجات زي كده، انت اتولدت كده؟ نعم. اتولدت كده يعني؟ انا اتولدت كده يعني لما اتولدت ولاده تانيه يوم 2 شهر 11 سنه 76. اتولدت من الله ولاده جديده، ومن ساعتها ومن يومها صدقني وانا كل قلبي نفسي اني اكلم الناس عن المسيح. لا، طب اسالك سؤال بقى، قبل التاريخ دوت، قبل سنه 76، قبل التاريخ ده كان ابويا وامي بيحضروا كنيسه اخوه في نجع حمادي، وكنت متدين ظاهريا، اروح الكنيسه كل يوم حد بالعافيه، ابويا كان ممكن يمد ايده عشان يضربني، وما كنتش احب الكنيسه علشان كان بالعافيه، وكنت من بره الله الله، قالوا لي يبقى خادم مدارس احد، وكنت شرير جدا في الداخل، ويشهد الرب جدا. يعني ممكن في ناس النهارده يكونوا موجودين وكانوا بيرنموا، وممكن يكون بيخدم في مدارس الاحد كمان. لانه ما لقلوش حد، فقالوا له انت امسك مدارس احد، ويكون لسه ما تغيرش وما قابلش المسيح، ويبقى من بره جميل جدا والتقوى والقداسه، ومن زي انا من جوه خربان. لكن ايه اللي حصل بقى؟ طب سنه 76 يوم 2 شهر 11 سنه 76 جه خادم بلدنا اسمه الاخ فهمي يوسف، هو دلوقتي سنه حوالي 94 او 95 سنه، ربنا يديله الصحه، وعظ وعظه عن هوشع 14 والابن الضال، وانا تاثرت جدا، ما كانش في فرصه للصلاه في الكنيسه، روحت البيت وتاثرت جدا، بعد ساعه من ما روحت قفلت الاوضه على نفسي وقعدت اصلي لغايه الساعه 5 الفجر، والساعة 5 الفجر شعرت بفرح وان الرب غيرني بجد. كنت سمعت كم وعظة تبشيرية قبل كده؟ ما كنت سمعت وعظات تبشيرية بجد يا اخوي عصام، لكن كنت سمعت كلام تعليق، يعني كلام عادي، يعني الاخوة بيوعظوا وعظ في تفسير في الكتاب، فانا ما بفهمش، او مش ما بفهمش كلام، ما كانش يلمسني، ما كانش جه مبشر بلدنا، كان كل وعظ عادي، فانا يقولوا التبرير. حتى مرة افتكر وانا طفل سألت ابويا ايه تبرير وتقديس، وانا الكلام ده ما فهموش، وانتوا بتقولوا كلام غريب، اجي ليه الكنيسه؟ لكن ده كان اول كارز اسمعه في حياتي، اول مبشر، اول مره تحس ان الكلام ده ليك انت شخصيا، ليا انا، وكانه بيحكي عني، وظنيت بجد انه يعرفني، يعني انا اتخضيت. يعني ممكن ناس النهارده سمعت وعظات كتيره، لكن النهارده تبقى الوعظه دي بتاعتهم هم. يا رب يا رب. وبصراحه